موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واحد سيوة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، واستهل رئيس الوزراء زيارته إلى واحد سيوة بتفقد القناة المفتوحة ومحطة رفع أنطفير وخط الطرد ضمن مكونات المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة. وأشاد مدبولي بما تحقق في إطار هذا المشروع الذي يعد ثمرة تكامل جهود العديد من الجهات، مشيرا إلى أنه قد أوجد حلولا جذرية لمشكلة رئيسية عانتها الواحة العقود، بما يدفع جهود الحفاظ على طابع الواحة واستمرار خطى تنميتها وتعزيز قيمتها المضافة اقتصاديا واستثماريا، فضلا عن ضرورة أن يواكب المنخفض الذي يستقبل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة التوسعات المستقبلية مع امتداد أعمال التنمية وتعظيم الاستفادة في الاستخدامات المختلفة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعلان قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية لعام 2023. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والكليات العسكرية والتي تضم الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملت الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريج الجامعات الحكومية والخاصة، حملت المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط العامة والخاصة للقبول، كما أكد خلاله على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في تحديث وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرا إلى تنوع الدراسات المدنية بالأكاديمية والكليات العسكرية لما لها من تأثير في بناء شخصية طلبة الكليات العسكرية. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول على الإنترنت للأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية www.tanseeq.mod.gov.eg، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن السنوات القليلة القادمة ستشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام وكيفية التأثير في الرأي العام، مضيفا أن الأمر يتطلب أن يكون الإعلام في مقدمة الصفوف لحماية الأمن القومي المصري وصيانة العقل الجمعي من محاولات التشكيك والتحريض، خصوصا في الفترة القادمة التي تشهد فيها البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين. وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى الاستعداد من الآن لوظائف المستقبل تجنبا لعدم إهدار طاقات وموارد الدول والأفراد في نظام تعليمي لا توجد له وظائف مستقبلا، موضحا أهمية دراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم من ناحية التقنية والمحتوى. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزاً وجذباً بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي. وأشار وزير المالية في لقائه الرئيس
التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى أن الدولة تنتهج مسارا مرنا في إدارة المالية العامة للدولة يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام. استقبلت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفدا طبيا من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا لبحث سبل التعاون لدعم جهود الدولة في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية في القرى والمحافظات. أعربت وزيرة الهجرة خلال اللقاء عن تطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون المشترك لتقديم الدعم للدولة في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية في مختلف التخصصات من أجل دعم المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة. يواجه فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في 8:30 مساء على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره الداخلية على استاد السويس الجديد، ويلتقي طلائع الجيش فريق أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكرية، ويواجه بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب.